السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أعزائي الكرام، عزيزتي الكريمات، فيديو جديد على قناتكم تربويات مع الأستاذ محمد البخاري. مرحبا بكل متتبع جديد عاد وصل للقناة ديالي. كنرحب بك وأدعوك للاشتراك وتفعيل زر الجرس باش يبقى يوصلك جميع الفيديوهات اللي كنقدم. هذا الفيديو بعنوان وزارة التربية الوطنية تقرر إلغاء الفروض الموحدة على صعيد المؤسسة. كيف ذلك؟ الوزارة في شخص الوزير بن موسى قررت أنها تلغي الفروض الموحدة على صعيد المؤسسة اللي كانت غادي تدار في آخر كل دورة من السنة الدراسية. غادي نعرفوا الحيتية ديال هذا الموضوع كل شيء في هذا الفيديو إن شاء الله، بقوا معي. إذا وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة تقرر ماذا؟ تقرر توقيف العمل بمقتضيات المذكرتين الوزاريتين المتعلقتين بماذا؟ بتأطير إجراء المراقبة المستمرة للموسم الدراسي 2021-2022. إذا الوزارة ديال التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة اللي كترأسها شكيب بن موسى قررت أنها توقف العمل بهذه المذكرتين الوزاريتين اللي كان صدرهم الوزير السابق وزير سعيد أمزازي، صدرهم في شتنبر 2021، واللي كيخصو تأطير إجراء المراقبة المستمرة للموسم الدراسي 2021-2022، وهو باش كان دخل داك الفروض الموحدة على صعيد المؤسسة. إذا البلاغ الإخباري خرج اليوم الاثنين 29 نوفمبر 2021 بخصوص توقيف العمل بمقتضيات المذكرتين الوزاريتين المتعلقتين بتأطير إجراء المراقبة المستمرة للموسم الدراسي 2021-2022. إذا قرأوا هذه المذكرة. تعلن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أنه تقرر توقيف العمل بالمذكرتين الوزاريتين، إذا هذا هو الرقم ديال المذكرتين 80/2021 الصادرة بتاريخ 15 سبتمبر 2021 بشأن تأطير إجراء المراقبة المستمرة الموسم الدراسي 2020-2022، والثانية هي المذكرة رقم 81/2021 الصادرة بتاريخ 16 شتنبر، يعني يوم بعد ذلك شتنبر 2021، بشأن الجداول التفصيلية لفروض المراقبة المستمرة الموحدة ومكونات الإشهاد وأوزانها، واللتين تضمنتا مستجدات تهم مكون المراقبة المستمرة في المستويات الانتقالية والمستويات الختامية للأسلاك التعليمية الثلاث، وإبقاء العمل بالمقتضيات التقويمية المعمول بها قبل صدور هاتين المذكرتين. مزيان. إذا بطبيعة الحال الوزارة، وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، يعني التسمية السابقة اللي كان الوزير ديالها سعيد أمزازي، كانت لاحت جوج ديال المذكرات. المذكرة الأولى هي هذه في شأن تأطير الإجراء المراقبة المستمرة، والمذكرة الثانية هي هذه باش لاحت ذاك الجداول المفصلة ديال فروض المراقبة المستمرة. إذا دارت فروض المراقبة المستمرة الموحدة على صعيد المؤسسة اللي غادي تكون، اللي كانت غادي تكون في آخر كل دورة، وعاد المراقبة المستمرة العادية الصفية، مفهوم؟ إذا هذه الوزارة هذه في شخص بن موسى قررت أنها توقف ذاك المذكرتين. يمكن أنها تفعل المذكرتين في العام اللي ماجي إن شاء الله، ولكن هذا العام غادي نبقاو كنعملوا بالمقتضيات التقويمية السابقة المعمول بها قبل من صدور المذكرتين الوزاريتين 80/21 و 81/21. صافي. اذا خلاصات البلاغ الاخباري، الخلاصه الاولى هو انه تم الغاء الفروض الموحده على صعيد المؤسسه، يعني هذا العام ان شاء الله ما غاديش تدوزوا فرض في نهايه الاسدس الاول او الاسدس الثاني، يعني غادي تدوزوا الفرض الاول والثاني بالنسبه للابتدائي في الدوره الاولى، والفرض الاول والثاني في الدوره الثانيه عادي جدا. بالنسبة للإعدادي والثانوي، ثلاثة ديال الفروض في الدورة الأولى وثلاثة ديال الفروض في الدورة الثانية بكل سهولة وأمر عادي، مفهوم؟ كما كنتو كدوزو العام اللي فات. بالنسبة للخلاصة الثانية وهي الاقتصار على إجراء فروض المراقبة المستمرة الصفية، وذلك عملا بالمقتضيات التقويمية المعمول بها قبل صدور المذكرتين. إذا طبيعة الحال إلى لغينا هذه الفروض الموحدة على صعيد المؤسسة، يعني غادي نقتصروا فقط على الفروض المراقبة المستمرة الصفية، يعني فقط ذاك المراقبة المستمرة العادية اللي كنا كنديروها شحال هذه، طبعا وفق المقتضيات التقويمية المعمول بها سابقا. إذا هنا عندي شرح مفصل للمذكرتين الوزاريتين المتعلقتين بإجراء الفروض المراقبة المستمرة الموحدة على صعيد المؤسسة. إذا أنا كنت من السباقين اللي هضروا على المذكرتين الوزاريتين المتعلقتين بهذا الإجراء ديال الفروض المراقبة المستمرة الموحدة على صعيد المؤسسة. عندي ثلاثة ديال الفيديوهات في يوتيوب، غادي نخلي لكم الروابط ديالهم تعاودوا تفرجوا فيهم اللي ما عارفش واللي ما عندوش فكرة على فرض المراقبة المستمرة الموحدة على صعيد المؤسسة. إذا بهذا غادي نكون كملت الفيديو ديالي، كنتمنى لكم كل التوفيق والنجاح،
وفقكم الله وسدد خطاكم. كان معكم الأستاذ محمد البخاري، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.